أختي وزوجها تكالبت عليهم الديون وعندهم اثنين من الأولاد في التعليم، هل يجوز دفع مصاريف تعليمهم من أموال الزكاة بموافقة زوجي؟ طبعا إذا كان ممن تجوز عليه الزكاة زوج أختها أو أختها يعني فلا مانع شرعا، إذا كان من يستحق فهم أولى وأحق بالزكاة، وتكون في هذه الحالة صدقة وصلة رحم. طيب تمام، جزاكم الله خيرا شيخ عصام. بذكر برضو السؤال ده شيخ عصام، كان احد الناس سألني سؤال قبل الهوى بيقول دلوقتي ان هو يعني كان عنده ضيق في المصروفات هذا الشهر، وزوجته عندها زكاة مال عايزة تدفعها، فطلعت زكاة مالها او للبيت لمصاريف البيت، فهل هذا يجوز؟ هي ما تطلعش مصاريف البيت، لا ما تعطي للزوج من الزكاة اذا كان فقيرا. نعم يعني هي صح، هي قالت له خد ده لانك انت معكش فلوس الشهر ده، فخد مش حاجه معكش فلوس هو يستحق الزكاه، لانما ما معوش فلوس معاه في البنك يسحب مثلا، فهنا لازم الاول يتحقق شرط معيار انه مستحق للزكاه. نعم اذا تحقق يجوز من الزوجه، اجاز الفقهاء بعض الفقهاء، وكان السيده زينب زوجه عبد الله بن مسعود تعطيه من الزكاه لانه كان فقيرا. نعم خلاص، انما مش باب خلاص بقى في اي وقت تروح مطعم الزكاه معكش مصروف النهارده طب خد. أيوة. لا يعني ان يتحقق فيه شرط استحقاق الزكاه، اي مصرف من المصارف الثمانيه اذا تحقق فيه له ان ياخذ منها. طب وممكن تطلعها هي صدقه؟ صدقه على مين؟ تبقى انا تصدقت ده للبيت مثلا؟ مش الزكاه. لا مش الزكاه، مفيش مشكله مفيش مشكله، وتاخذ اجر الصدقه؟ نعم تمام.